Mühendis var iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Mühendis var iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Yersiz, yurtsuz Cefer Bey'im hiçbir mekana sığmazam, hiçbir mekana sığmazam. Yersiz, yurtsuz Cefer Bey'im hiçbir mekana sığmazam, hiçbir mekana sığmazam. Benim çarpen cüşe sırlar benim. Zerre benim, güneş benim. Çarpen cüşe sırlar benim. Her şey açık ve meydanda. Ben bu cihana sığmazsam, ben bu cihana sığmazsam. Her şey açık ve meydanda. Ben bu cihana sığmazsam, ben bu cihana sığmazsam. كيف بدي أعرف إنه مو صاير معه شي مشكلة أو يمكن شي حادث؟ جزاير بيعرف عنه شي؟ معقول قال لك شي؟ لا ما قال لي أي شي. ليلى اسألي المسا، بركي منعرف وين راح القليلة. خلص ولا يهمك سهيلة، استني كم يوم ورح يتصل فينا ورح يقلنا وين قاعد. لا تزعلي حبيبتي. جزاير تورك، انبسطت كتير اني شفتك بعد زمان يا صديقي. وانا كمان انبسطت كتير بشوفتك. يا ريت البقية كانوا محظوظين مثلنا وضلوا عايشين لهالوقت. يا ريت. ليش طلبتني لعندك؟ من شان المجلس الجديد يعني؟ في تفصيل شاغل بالي كتير وكنت حابب أسألك عنه. ايه تفضل، شو هو التفصيل؟ هلأ أنا بعرف ليش ما قتلوني يا أزديمير، بس اللي ما بعرفه ليش ما قتلوك لك، وشو اللي خلاهم يسمحوا لك تضل عايش لهلأ. يا ريت تجاوبني على هذا السؤال. برأيك ليش ما قتلوك لهلأ؟ غريبة، حاسس إنه بدك يعني يكون ميت. كنت بتمنى لو كل أعضاء المجلس كانوا موجودين معنا. وقت صار الاقتحام ساعدني الحظ، ولهالسبب لساتني عايش لليوم. بس بهداك الهجوم خسرت أعز رفقات عمري. ضليت 5 ساعات بغرفة العمليات، والظاهر إنه لسه عمري ما خلص.
شو رح يصير بس يعرف جزاير؟ شو قصدك؟ لأيمتى رح نخبي إنه في جاسوس بمجلسه؟ إلا ما يجي يوم ويعرف. هذا الموضوع انتهى. عارف اليوم. من هلا ورايح بتعتبر انه مهمتك بمجلس منظمة تحت كلهم عرفوك. لا بالعكس، بدي ضل وكمل واجبي بهاي المهمة معك لآخر نقطة دم. إذا بتريد جزاير خليني كمل. ماشي، استنى مني خبر مشان الاجتماع الجاي. في وشم على ظهره يا أخي. قربته وكبرته، هو نفس الوشم. قلت لي حابب تبقى معي بهاي المهمة لآخر نقطة الدم بجسمك، وهلأ أنا مجبور خليك تنزف كل دمك على أرض هالمكتب. بس انت هيك عم تغلط. عم اغلط يا ندل يا عديم الشرف؟ عملت اكبر غلطة بعمرك، معقول ما وجعك قلبك او انبك ضميرك؟ بلا هالحكي الفاضي هلا، وطلع على موبايلك. مفكر اني الوحيد هون يلي رح ينزف دمه؟ إذا ما تركتني اطلع من عندك عايش وبصحة وسلامة. رح يقتلون قدام عيونك. الخيار إلك. كنت عارفان إنك رح تختار الشيء الصح. خليك منتبه على روحك، لأنه حتخسرها بلحظة ما رح تتوقعها. وأنت اللي ناوي تأخذ روحي؟ يلي بعرفه هلأ إنك انكشفت وما عاد رح تفيدهم بعد هاللحظة. العد العكسي لأيامك بلش من هلأ. ليش تأخرت؟ كان في زحمة بالطريق. آخ يا ريتني عصفور بهالسماء، بطير وقت اللي بدي لوين ما بدي، محل ما بيعجبني بحط وبعمل عش، وكمان ما في زحمة فوق بالسماء. ما أنت عم تعمل شو ما بدك أكابير، وعم تطير أكتر من العصفور. ليش قوصت على بكير؟ قلي قررت لوحدك وحطيت رصاصة براسه لهالوسة، ولا الريس طلب منك تقتل هالخاين؟
بدي جواب منك. جزاير ما قال لي اقتله، بس ما قدرت امسك اعصابي، قمت قوصت عليه. الريس قال لك تروح معه توصله وترجع، انت تصرفت من راسك وقتلت الزلم. قال لي ليش؟ ولا لتكون بتعرف شي تاني وما بدك تقوله هلا؟ لا، شو رح يصير بس يعرف الرئيس برأيه؟ شو بده يقول لمرته؟ لك كيف قدرت تعمل هالشي؟ بيقول لها بعدته مع رفيقها موص عليه. الزلمة ضويج ما قدر يمسك أعصابه، منيح هيك؟ بعدين أنت أكتر واحد بيفهمني، لأنه عندك نفس الضوجان تبعي، ما بتقدر تتحكم بأعصابك. إيه وبعد هالعمر تبعي شو ناطر مني لسه؟ طيب وشو بدنا نقول لعمر؟ كيف بدنا نشرح له هالوضع؟ بالأخير أنت خنت أمانة الرئيس وما نفذت مهمتك. ايه يا مشقان، بتكوني عم تطلعي فيني من السما وعم بتقولي ليش ما عم يطلع لعندي؟ هاي اجت دعوة على رجليها. والله الحق معي. ما عم تشبع من الاعتذار يا جزاير؟ كان معك حق بشكوكك، طلع الجاسوس قاعد بحضنك كل هالسنين. حكيت لنا هذيك المرة إنه ما بنعرف مين هنن ولا قديش ممكن يكونوا قريبين منا. طلع معك حق 100%، ما لازم نثق بحدا أبدا. وازديمير كشفوا لنا إياه بإرادتهم. طيب ليش؟ شو اللي بيخليهم يكشفوا واحد من رجالهم إلنا؟ سؤالك بمحل قبطان، حبوا يستعرضوا قدامنا، سلمونا جاسوس تاني واستخدموا عطكان ورقة للضغط علينا مو أكتر. خلوا واحد من عيلتي وأهل بيتي يخونني، الرسائل تبعهم واضحة كتير، عم يقولوا إنه ما عاد فينا نوثق بأي حدا ولا حتى بأهل بيتنا، وبنفس الوقت قدرانين ياخدوا احتياطاتهم بكل زمان ومكان من أي حدا. قربان بيك المفروض تشرح هذا الوضع الجديد لهزمات عمر. ماشي، بس كيف بدنا نجهز حالنا لحتى نحارب هدول الجماعة؟ من وين لازم نبلش؟ كيف بدنا نرجع نشكل مجلس؟ انت عم تقول انه كل الاعضاء الجدد انكشفوا يا ريس، اعتبر قدروا مره تانية وصلوا لواحد منهم وبعدين سحبوه وصار معاهم مثل ما عمل الخاين أزديمير. شو رح نعمل وقتها؟ وقت اللي قلت انه بدي تتفلى اللي يقعد على طاولتنا. في ناس منكن عارضوا هاي الفكره، بتمنى تكونوا فهمتوا هلا ليش كنت بدي اياه يجي وليش قعدته على طاولتي. زرعوا جاسوس بيناتنا وعلى طاولتنا، ونحن لازم نزرع جاسوس بيناتهم. بالمختصر رح نمشي معهم باللعبة ونفتح الطريق بيناتنا لهذا الجاسوس الأعمى. بس الصف اللي أخذوا الزلمة واضح يا جزاير، وتبعيته صارت مفتوحة قدام الكل. ما في شي نهائي، عطوه شوية وقت وبعدها حيغير صفه لعنا. الشي الوحيد اللي بدي إياه
انه وقت يقعد تتفللي معنا. تروقوا شوي وتحاولوا تسيطروا على اعصابكم. شخصيه الزلمه مهزوزه، لهيك شو ما عمل او شو ما قال بهي الفتره لازم نتحمل ونغض النظر. بتمنى انه كلامي كان واضح وفهمتوا علي شو المطلوب. قبطان؟ ايه فهمت عليك، رح اضغط عليه. بالشغل وبس. ايه ماما، انا نعست وبدي روح نام. طيب حبيبتي، بالاول رح اقعد معك. شكلك ناطرة بابا ما؟ ايه خير امي، كأنه صاير شي مو منيح بينك وبين بابا، ما هيك؟ لا، من وين جبتي هالحكي هلأ؟ من عيونك امي. بس تكون علاقتك انتي وبابا منيحة بتكون عيونك عم تضحك، وبصراحة أنا مو شايفة هي الضحكة فيهم. هاي المشاكل الصغيرة بتصير كتير، ما بصير هيك شي بينك وبين رفقاتك؟ ليكي انتي وشامل تخانقتوا وما شفتوا بعض من شي أسبوع. المهم انكم ما تتخانقوا مرة تانية. طيب ما رح نتخانق. صار لازم فوتنا. بدي أقولك شغلة تانية، الحركة اللي عملتيها مبارح بالمشفى وقد دافعتي عن فيروزة قدام أبي كانت بتجنن. ببساطة مو الكل بيقدر يعملها، بس ليلى تورك أكيد بتقدر. طلعت بستاهل الإعجاب؟ أكيد، وبوسة كمان. تصبحي على خير. بعت لي بوكي ورد على المشفى، شكله فهم قديش كسر بخاطري. جزاير ما عاد عنده أي مشاعر حب تجاهك ليلى، وانتي بتعرفي انه لساته بيموت فيه. انت منيح؟ كأنه في شي شاغل بالك. اللي شاغل بالي ما عم بقدر شيله من راسي من 40 سنة. هذا الشي صار معروف لك جزاير، شغلي الشاغل ما ضل عندي غيره. موجقان، انت بتعرف قصة سيدنا يوسف مع اخواته اللي باعوه ولا لا؟ اكيد بعرفها، مين ما بيعرفها. اخوات سيدنا يوسف عليه السلام باعوه وللغريب النبي يوسف وقت استلم خزائن مصر وواجه اخواته اللي باعوه، بتعرف شو قال لهم بعد ما عرفوا؟ لا تخجلوا مني ولا تعتذروا مني، رح ادعي لله مشان يسامحكن على غلطكن. قاموا سألوا بدك تدعي الله مشان يغفر لنا ذنوبنا؟ قام قال لهم لا، لأنه رب العالمين غفور رحيم، بس أنا رح ادعي مشان يساعدكن تنسوا الذنب اللي عملتوه وقت اللي كنت ولد. بكل عمري ما بعت حدا ولا بحياتي خنت حدا، وخصوصي مشكان الغالية، من 40 سنة ما شفت وشه ولسه بحبها. لكن برأيك ليش لساتني بحبها؟ معقولة لأنه ما عندي يوسف يدعي لي مشان أنسى هالحب؟ اللي بقصده أنا أخي إني عملت أغلاط كتيرة ونسيتهم كلهم. الشي اللي ما قدرت أنساه بهالدنيا هو حبي لمشكان. صحيح أنا خسرته، بس ما نسيته ولا بشكل. غير هيك شو بده يكون في شي تاني يشغل لي بالي جزاير؟
بدي تلاقي لي هذا الشخص. على راسي يا ريس. ايه اللي شو كان بدك؟ ميشون على الباب وقال ضروري يحكي معك. وما قالك شو بده؟ برأيي رح قله يجي، بيضل الحكي منه أزبط. سلام عليكم. وعليكم السلام. قالوا لي إنه الجزائر بده إياك، قمت حملت حالي وإجيت. تفضل، قالوا للريس شو في عندك جديد، شو عملت، شو سويت بالمساعدات والتسليم والاستلام. انت طلبت مني اني اقدم المساعدة وانا رحت وساعدت يا ريس. كم عيل نسيتن وما عطيتن اي مساعدة يا ميشون بيك؟ حكي الصدق حبيب. شبك حبيب؟ هنن اربع عيلات، ساعدت كتير عيلات وما شفت هالاربع عيلات شو فيها يعني. لا تدقق حبيب، قصة صغيرة يعني، هيك شغلات بتصير، لو سمحت افهمني. هالشغلات ما بتصير وبهالحالة انت ما بتكون وفيت بالوعد تبعك. العدل والانصاف يا سيد جزائر، يعني هنن اربع عيلات بالنسبة لك ولا شيء، بس بالنسبة للاربع عيال هاي كارثة. عن جد؟ بما انك ما وفيت بوعدك كذبت فأنت لازم تتعاقب. يا الله، عم اتعاقب كتير عقوبات ما بتخلص يا جزائر. حنعمل عقوبتك على كل عيلة. ايه مشان كل عيلة شو؟ عقوبتك 10 عيال على كل عيلة. اقتلوني، موتوني. وهلأ شفت اللي عدل الرئيس يا ميشون بيك؟ هدول الأربع عيال اللي مو معبيين عينك حطوك بورطة 40 عيلة يا حلو. مو حلو بنوبة لحكي يا حبيب. إذا طنشت مرة تانية عيلة بسيطة وما عطيتها مساعدة رح تساعد بدالها 10,000، وأنا بعطيك وعد إنك رح تفلس. ليش لساتك واقف؟ يلا تحرك. طيب انا رح اروح لك. يلا الحقني. ليكني وراك ميشون بيك. انا رح ابكي هلا. يلا. شو هالحظ؟ مات. إذا مو هلأ إمتى رح تعملها؟ لا تخلي قلبك الطيب يسيطر على قراراتك، روح انهي القصة. إيه بأمرك يلي بتشوفه. يلا امشي دغري لتلاقي جزدانك اللي مضيعه، وقبل ما تنبل تيابك بأرضك بتلف وبوشك على البيت. هالزلمة مجنون. مساء الخير يا ريس. أهلا وسهلا. أهلا فيك. شو كأنه في حدا لسه فايق؟ ليلى خانم لسه ناطرتك يا ريس جوا. ريس جوعان شي؟ إذا بدك بخلي صبايا يجهزوا لك شي لقمة على السريع مشان تتعشى. ماني جوعان بس بشرب شاي. أمرك يا ريس.
جيب كاسة شاي بسرعة. يلا فورا. بدك تخليني ضل نايمة على الصوفاي؟ نومي هون بتناسبك، لهيك ما كان بدي فيقك. ليش ما طلعتي نمتي بتختك؟ حبيت استناك لتجي. وقت تأخر المسا بضل بالي مشغول، خاف ترجع تضيع مني مرة تانية. رغم أني ما بعرف إذا بيكون تفكيرك معي وإنت هون. شو قصدك هلأ؟ ولا شي، شكلي لساتني نايمة، لا تأخذ ببالك. ليلى، علي أنا؟ ما بتقولي شيء بدون ما يكون له سبب. شو الموضوع؟ بعتت باقة ورد لفيروز اليوم؟ أكيد بفهمك، وخاصة إنك عصبت عليها مبارح، وعلى الأغلب إنك عملت هالحركة لتعتذر منها، وهذا حقك. بس أنا حسيت إنه الورد فيه مبالغة شوي، واحتمال ما يكون في أي مبالغة، ما بعرف، بجوز أنا عم بالغ شوي. هالشغلة معقدة، بس لا تشغل بالك، مش الحال. رئيس، جبت شاي لك ولليلى خانم، بس شكلها هي ما رح ترجع هلأ. ايه صحيح. بالصحة والعافية. عود. استغفر الله رئيس. ولك عود بقى، واقف لي مثل كني قدام حماتها. خير ان شاء الله رئيس، كأنك مزعوج شوي. الوضع مكركب، قاتلت بحياتي شي 100 معركة وحليت أكتر من 1000 مشكلة معقدة، ووقفت كل الدنيا ضدي، ومع كل هاد ما عم بقدر أفهم النسوان. يمكن المشكلة عنا لأنه ما عم نسمعن منيح. أمان لا تواخذني، بعرف طريقتي بالحكي غلط. لا كمل أشوف، قلت إنه نحن ما عم نسمعن منيح. إيه عملياً نحن عم نسمعهم دايماً، بس ما عم نفكر بالقصد من كلامهم. بيقولوا لك بالأول جملة وحدة وراها جملة تانية ويمكن ثالثة، وبعدين بيستنوك لتفهم شو قصدهم. كأنه فتحت قريحتك. ايه كمل حكيك. والنسوان ببينوا ضعاف وعاطفيات كتير، بس وقت جد الجد هنن بالحقيقة أقوى منا. أنا عرفت هالشي من أمي يا ريس، المسكينة صبرت على كل شيء وتحملت مشاكل كتيرة وربتنا كلنا. اشرب الشاي. لسا بدنا نستنى، ما في أي تطورات. كل عمري شوف أمي قوية،
تعودت عطول شوفها واقفة على رجليها مثل الجبل، حاسس انه اللي نايمة هي مو امي. رح ترجع مثل الاول ورح توقف على رجليها من جديد ان شاء الله. بالمناسبة خلص اعتذارك مقبول، بس لحتى أكون صادقة معك ما كنت ناطرة أبداً إنه يوصلني ورد منك، ووقت اللي شفت باقة الورد ما توقعت أبداً تكون منك أنت، بس وقت شفت شعار الكرت تبع محل الورد اللي بتتعامل معه عرفت إنه منك. هلأ محل الورد تبع صاحبي له شعار؟ يا الله نزعوا لك مفاجأتك بهالشغلة، بس بكل الأحوال انبسطت كتير، حركة مزوقة، شكراً إلك. تحرك الجنين ليك، حسيت بحركته؟ شكله وقف مو هيك؟ كل ما كبر رح تزداد حركته. بس ما رح تكون جنبي بهاللحظات. يا ريتك تكون. يرجى من الدكتورة فيروز التوجه إلى غرفة العمليات. يرجى من الدكتورة فيروز التوجه إلى غرفة العمليات. يمكن ترجع، عندي أمل. ايديكي سيفيم. صحة وعافية جنان خانم، حدا منكم بيحب جيب له كاسة حليب؟ أنا ما بدي سيفيم، حسيت حالي انزعجت من ريحته. طيب كأني شايفتك لبستي الدور وفتي بجو الأمومة. كم يوم باقي لتعملوا التحليل؟ لسه يومين. ليلى كأنك ما نمتي منيح، عيونك كتير منفخين. يعني على القلق نام شوي وارجع فيه شوي. مبارح صارت معي شغلة عكرتني وفكرت فيها بخصوص فيروزة، مو هيك؟ مو معقول تكوني مفكرة أنه أخي لسه بيحبها. هاي ما إلها علاقة أبداً جنان، بس العقل بيقول أنه أكيد لازم فترة مو قليلة ليقدر ينساها، شغلة طبيعية. طيب أنا معك، بس ليش عم يقضي أغلب أوقاته برات البيت؟ ما حدا بيقدر يجبر أخي أنه يعمل شيء مو على كيفه، وأنت أكتر حدا بيعرف. المفروض أنه يعيش محل ما بيكون مرتاح. رح أطلع لبرا شم شوية هوا. ما بعرف انه الرجال ثابت الغبي ثابت معهم كمان يا ادهم. رئيس نقتلهم كلهم؟ لا اوصوا على رجليهم، بس لا تقتلوا حدا. أوه.
ارفعي ايديك لفوق، خليني اشوفهم. يلا خليك بالارض. ايدك عنه لواطي. خير سابت؟ شوفي شو قصة هالزيارة الصباحية الساخنة اليوم؟ لأنكم ما طلعتوا قد كلمتكم، قوصتوا مباري على واحد من عيلتي. شكلك شايف حلم بشع، أكيد متقل بالعشاء. ابن أخوك جان لوك قوص على رجل ابني، بس هالمرة مو هو لوحده راح يدفع تمن عملته، كلكم راح تدفعوا التمن. من هلأ ورايح راح كون كابوس على عيلتك جزاير. قوموا لك، قوموا. تعرفي انه اول شي حبيته فيكي هو شكل ايديكي، ظريفة لطيفة رفيعة. كنت اطلع فيكي وانتي على المرسم، حس كأنه ايديكي عم يطيروا فوق اللوحة مثل الفراشة. اكيد بفهمك، وخاصة بعد ما عصبت عليها مبارح، وعلى الاغلب انك عملت هالحركة لتعتذر منها وهذا حقك، بس انا حسيت إنه الورد فيه شوية مبالغة، واحتمال ما يكون فيه مبالغة ما بعرف، وبجوز أنا عم بالغ شوي. هالشغلة معقدة. طمني إن شاء الله وضع ستي صار أحسن. ما أنك ناوي تبطل هالجنان بقى؟ عم حاول. حكيت مع فيروزة. وشو حكيته؟ أكيد اعتذرت لك بعد ما تكون اعترفت بتفاصيل الجريمة. بتعرف عندي سؤال مهم وعم ضل اسأله لحالي، وهالمرة عن جد عم بحكي. قلي كيف كان شعورك وقت عرفت انه المرة اللي تجوزتها عم تشتغل مع الكلاب اللي قتلوا اخوك يا جزاير تورك؟ من الاول انا بعرف كل شيء قلت لك يا بالمشفى يا ابن اخي، خليك متأكد من هالشي. شو بيفيدني هالحكي؟ يعني هلأ صارت بريئة؟ ولا مفكرني خلص اقتنعت إنها مرة مظلومة؟ ما في أي شي تغير عندي، مرتك الغالية لساتها خاينة بنظري. يلا قول، ضايقت مني مو هيك؟ بعرف إنك ضربت أخو ليلى وقتلته، لأنه جزاير تورك مستحيل يقبل يضل الخاين عايش. ومن جهة تانية ما عم بقدر أفهم كيف بتقبل خيانة مرتك يا جزاير تورك. هاي هي العدالة تبعك؟ أنا متأكد أنه في بيناتكم أسرار كثير، بس من هاللحظة ما عاد رح تقدروا تخبوا أي شي عني، لأني رح أعرف الحقيقة ورح حاسب اللي شاركوا بقتل أبي واحد ورا الثاني وعلى رواب. مو بس هيك، وفوق هذا بوعدك إنه إذا طلعت طرف بالقصة
ما رح تقدر تهرب من رصاص مسدسي. انت مفكرني ولد صغير قدامك؟ يلي عم تضل تقول عنه ابي هو اخي اللي عم دور على اللي قتلوه من سنين، وهالسنين اطول من كل عمرك. ولما لقيت حدا له ايد بموته بلحظه واحده انتقمت منه واخذت روحه. بس هذا البني ادم الحقير كان القسم الصغير اللي مبين من جبل الجليد، وكرمال هيك ندرت عمري لحتى حارب القسم المخفي من هذا الجبل الوسخ. أما شو حقيقة أخي ومين الناس اللي قتلوه فرح نعرفها سوا، مندور على الحقيقة مع بعضنا، ولما نلاقيها منعرف مين اللي توجع أكتر من التاني، ومين اللي حلف أنه ينتقم لإلدريم تورك، ومين قدر يحافظ بقوة على هذا اليمين. كل المتورطين بموتة أخي نهايتهم عندي، وصدقني بس امسكن لا انت ولا غيرك فيكن تاخدوه من ايدي. تركتك على راحتك بس طلعت واحد مجنون ومغرور. انت قوصت على سعيد بن ثابت، وبسبب هالشي عطرت طريقي اليوم. خليه يجي ويحاسبني إذا كان زلمة، بابي مفتوح.